الموضوع هو مو موضوع هذا المستشفى فقط، إنما لو تمر على كل مستشفيات العراق تجد أنها خرجت عن الخدمة من الناحية الفعلية، لا تتوفر بها وسائل الصحة، لا تتوفر بها وسائل التهوية، لا تتوفر فيها وسائل التبريد، تكثر فيها والعياذ بالله الكلاب السائبة، القطط، الجراذين. حقيقة وضع مأساوي بصراحة، لأنه إحنا لم نطور كثيرا في مجال الصحة، لم نطور كثيرا في مجال الصحة كما هو الشأن في كل المرافق زين. الأخرى، ولكن هذا المرفق حساس، حساس جدا. ولكن منين تلمس أن المواطن ما عنده علاقة ويا الصحة في بغداد؟ تروح تشوفه بدبي يتعالج، تروح تشوفه بإيران يتعالج، تروح تشوفه بلبنان يتعالج، تروح تشوفه بتركيا يتعالج. ليش؟ لأنه من يدخل إلى المؤسسة الصحية عبالك فندق 7 نجوم، فندق 7 نجوم بالنظافة وبالعطر وبال ويتجولون حولك يقول لك يكسبونك في مؤسسات جدا. أهلية استثمارية ممكن يكون بها، هسه مو هو كلش حكومية اللي يعني. يريد يقدم هسه على مستشفيات ويقول لك انا راح اخذ مستشفيات اهليه، يمنحون الاجازه بسهوله ويخلص من هالمشاكل والطلايب، بحيث انه يحولون هذا القطاع او غيره من القطاعات الى القطاع الخاص، وذيك الساعه الواحد اللي يطمئن. اما انه انا ممدد على شوربايه واشعر بالاطمئنان في المستشفى، واريد تبريد واريد نظافه واريد اكل نظيف ايضا، تشتعل الجثه في داخل المستشفى، هاي قضيه تراكمات سوء اداره.